كانت جد سلسة، شهدنا فيها يعني استجابة رئيس الجلسة، النيابة، المحامين لبعضهم البعض، كان النقاش قانوني بحت، أين تم مناقشة أركان الجريمة. وإحنا فيما يتعلق بموكلنا السيد هادف مسلم وضحنا أن الأركان لم تكن موجودة، كانت علاقة يعني شراء الشقة بشكل عادي مدني محض. والحمد لله اليوم العدالة أنصافتنا، أظن أن العدالة الجزائرية راح تسير نحو طريق المستقيم، ونتمنى دوما أن يحقق الحق والعدالة، نتمنى دوما أن العدالة تستمر في التطور. أستاذ عصام نابي، نعم، هدف مسلم.